بالشر، والله متنا بالشر. فيش حل الا هيك. اهلا بكم مشاهدينا لحصاد 2018 وابرز ما فيه. ليبيا تختار رئيسها في اكبر انتخابات منذ عام 2012. الجامعات الليبية تنافس اعرق جامعات اوروبا، والاحتفال باغلاق اخر السجون على الاراضي الليبية. هذه للأسف ليست العناوين الحقيقية ل 2018، ولكنها عناوين لأمال وأحلام الليبيين. أما عناوين الحصاد الحقيقية فتقول 2018 سنة العودة لتورغا، وصحة أطفال ليبيا رهن الصدقات الأممية. اقتصاد 2018 سنة انفراج أزمة السيولة واحتدام الصراع النفطي. الدستور مشروع ما زال قيد الوعود، وانتخابات لا تكاد تعلن حتى يتغير الموعد ويتغير المعلنون. هي سنة جديدة تطل وسنة تغادر، نسترجع مع آخر ساعاتها سنة مضت بما لها وما عليها. في هذه الليلة مشاهدينا الكرام ترصد النبأ خلال الساعات الست القادمة، ستة ملفات فرضت نفسها من ناحية قوة الأحداث أو قوة تأثيرها. ملفنا الأول يتناول قضايا مجتمعية مست المواطن في أدق تفاصيل حياته. قبل افتتاح أولى ورقات الملف نستمع لبعض مما رصدته النبأ من آراء وأمنيات. 2018 تعتبر عادية، يعني الحمد لله أمور متانية وماشية الحمد لله. يعني في حاجات كصعوبات زي السيولة زي وما إلى ذلك، كل أمور تواه بإذن الله. أتمنى يعني في 2019 كل شيء بيصير أحسن من قبل بإذن الله. أنا سنة 2018 نشوف فيها سنة كبيسة، كانت سنة صعبة للمدينة. أتمنى في 2019 أن يكون عام خير على كل ليبيا.
العربية وعلى كيكلة وعلى كل المدن الليبية. والله 2018 طبعا شنو بنقولك من ناحية التعليمية والحياتية سنة لها سلبياتها طبعا، من ناحية الأمنية لوضع البلاد أثرت على الناحية التعليمية لطلبة المدرسة. فنتمنى 2019 إنها تكون الأفضل في كل شيء. 2018 سنة كئيبة بالنسبة لي أنا، سنة كئيبة، ونتمنى من 2019 نشحوا بوادر جيدة تجاه الشعب الليبي بالأخص فزان. عام 2018 مأساة، البنزين لتر الواحد بثلاثة دينار، السيولة كصدقات تقسم معدومة منذ سنة ولا كم، الطرق في ما اللي تربط وادي عتبة تساوى الفجيج متهالكة. يعني كانت 2018 مأساة. أوكي، 2019 نتمناها أحسن من 2018، ونتمناها سنة سعيدة على الكل، وإن شاء الله تكون سعادة فيها أكثر ونشاط فيها أكثر ويعم الخير. كان من بين ما يمكن وصفه بالإيجابي ل 2018 أنها كانت الشاهدة على نهاية مأساة تهجير استمرت 7 سنوات. قبل معرفة كيف مرت السنة الماضية على تورغاء نروي القصة من البداية. بات عام 2018 مفعما بروح المصالحة الوطنية وحافلا بالفرحة بعد عودة أهالي تورغاء لمنازلهم. فبعد نحو 7 سنوات من القطيعة والنزوح على خلفية مساندة تورغاء لكتائب القذافي بين الثورة 17 من فبراير عام 2011، بدأ الجانبين في طي صفحة القطيعة بينهما. من عام 2012 إلى نهاية 2015 كانت هناك مساع من أجل طي صفحة الخلاف وجبر الضرر وتجاوز العقبات وتحقيق العدالة وإرساء دولة القانون. نهاية أغسطس من عام 2016 بدأت تظهر إرهاصات الخطوات الأولى من طي سنوات الخصومة والنزوح، عندما جرى التوقيع على محضر اتفاق بين مسراطة وتورغاء في تونس بشأن عودة المهجرين لمدينتهم. 19 من شهر يوليو عام 2017 كانت لحظة مفصلية، حيث صادق رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة فايز السراج على اتفاق المصالحة بين مسراطة وتورغاء، القاضي بالتزام الرئاسي بالاستمرار في تنسيق الترتيبات الأمنية مع تهيئة المرافق الخدمية تمهيدا لرجوع الأهالي. مع نهاية العام 2017 أعلن الرئاسي أن الأول من شهر فبراير 2018 سيكون موعد البدء الفعلي لعودة أهل تورغاء إلى مدينتهم، مع إصدار تعليمات لمحافظي ليبيا المركزي الصديق الكبير بتخصيص القيمة الأولية اللازمة لجبر الضرر والشروع في صرف الدفعة الأولى منها. مطلع فبراير 2018 تعثرت جهود عودة المهجرين بسبب وجود خلل في التنسيق وعدم البدء في الخطوات الأولى في الاتفاق، مما أجبر عدداً من أهالي تورغاء على البقاء في مخيمات مؤقتة بقرارة القذف قرب بني وليد ومناطق أخرى لحين حل أزمة النزوح. في يوم أوقدت فيه شمعة في درب المصالحة الوطنية الحقيقية، وقعت مدينتي مسراطة وتورغاء في 4 من يونيو 2018 ميثاقاً للصلح يطوي صفحة الشقاق ويمهد لعودة الأهالي تدريجياً إلى مدينتهم، وتولي المنطقة العسكرية الوسطى مهام الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان الدخول الآمن. هذا الميثاق شكل طريقة لتكريس المصالحة والتأخي ونسيان الماضي وسط بدء عودة أهالي تورغاء إلى مدينتهم، خصوصاً الموجودين في مخيم قرارة القطف بعدد حوالي 2000 عائلة. يوليو 2018 عاد الأهالي تدريجياً واحتفلوا بأول عيد أضحى، وبدأت الفرحة والبهجة تعم في المدينة مع تفعيل خدمات عمومية رغم ضعف جودتها. بعودة أهالي تورغاء بعدما ذاقوا مرارة التهجير، ها هي المدينة تشهد انبثاق عهد جديد من المصالحة مع مدينة مسراطة، لترسل رسالة لكافة أبناء الوطن أن المصالحة هي ركن الزاوية في حل الأزمات داخل ليبيا. ينضم إلينا الآن مشاهدينا من مسراطة عبر خدمة سكايب عضو لجنة المصالحة بين مدينتي مسراطة وتورغاء السيد عبد النبي أبو عرابة. سيد أبو عرابة، بداية أهلا بك، ومن وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن اعتبار عودة تورغاء هذه السنة كحدث سعيد فعلا خلال 2018؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحيي أخي الكريم وحيي مشاهديك الكرام،
وكما تقدم الشكر لكم وتقدم الى كافه الشعب الليبي بمناسبه هذا العام الجديد الذي سوف يدخل علينا ان شاء الله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يكون عام خير وبركه للليبيين جميعا وكل العالم ان شاء الله. حقيقه اخي الكريم، نعم، ان عوده هذه الدورات تعتبر من الاحداث الشهيره التي كانت في هذا العام، العام المنصرم 2018، كانت له بهجه وكان له سرور هذه الدورة عند هذه الفترة، والليبيين جميعا يعني الكل كان ينتظر حل لهذا الملف، لأنه كان ملف معقد، ملف شائك، شكك الكثيرين بصعوبة أن تكون هناك مصالحة بين دورة ووزراتة نظرا لجلل الحدث الذي كان بين دورة ووزراتة، ولكن إرادة أهالي وزراتة وإرادة أهالي دورة تغلبت على هذه الشكوك حقيقة، وكانت عودة حقيقية لأهالي دورة وكانت مصالحة حقيقية بإرادة من أهل تورغا وإرادة من أهل مصرات. الحمد لله رب العالمين، اليوم نجد أهالي تورغا موجودين في تورغا، هناك مدارس في تورغا، هناك الكثير من الأعمال تقوم في تورغا، والعودة كان مرحب بها ولم تسجل أي خروقات أمنية حقيقة منذ بداية دخول أهالي تورغا في من شهر 6 حتى يومنا هذا، ولله الحمد والفضل والمنة والحمد لله رب العالمين. ولذلك نقول أن سنة 2018 كان فيها أحداث طيبة، يعني الليبيين مثل هذه المصالحة التي حدثت بين دورة ومصراتة، والتي نتمنى أن تكون نموذج نجاح لكل الليبيين عندما تكون الإرادة موجودة، وعندما تكون الإرادة حقيقية من كل الليبي سوف نبني الوطن، وتكون هذه الأماني التي تمنيتموها أنتم في بداية تقريركم سوف تكون أماني حقيقية تتحقق بالإرادة، وليس هناك مستحيل على الإنسان أن يصل إلى هدفه عندما تكون النية صادقة إن شاء الله. طيب. نعم. طيب، يعني سيد عبد النبي، لو تعطينا ملخص لسنة 2018 لما مر على أهالي تورغان النازحين وصولا إلى اتفاق المصالحة وصولا إلى العودة إلى مدينتهم. أخي الكريم، ذكرتم في بداية تقريركم المصالحة بين تورغا ومصراتة مرت بعدة مراحل حقيقة، يعني دعني أتكلم من بدايتها، يعني كانت 2011 وكانت هناك سنوات كئيبة، كان هناك مخيمات بائسة، كانت هناك حالة إنسانية صعبة جدا لأهالي تورغا، وسعى الجميع يعني أهالي تورغا والخيرين من أهالي مصراتة والليبيين جميعا يعني من أجل إنهاء هذه المعاناة التي كان يعانيها أهالي تورغا، والتي حقيقة تسبب كانت تشكل محطة سوداء يعني في تاريخ يعني، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم يعني كان في عندما تم توقيع الاتفاق الذي حدث بين لجنتي الحوار تورغا ومصراتة، والذي حقيقة يعني لا يسعني في هذه الساعة إلا أن أتقدم بالشكر لزملائي لجنة الحوار مصراتة تورغا، وأترحم على الذين قضوا، للسيد مفتاح بركة كان من الناشطين في هذه اللجنة من أهل تورغا، كذلك السيد محمد الشتاوي عميد بلدية مصراتة، نسأل الله أن يتقبله برحمته، كان عضو فاعل يعني كان فاعل جدا وكان داعم لهذه اللجنة وهذا الحوار، حيث كان موفق عندما اختار أن يكون المتضررين أو الضحايا لمصراتة هم الذين يستلمون هذا الملف وهم الذين يدافعون عن قضيتهم وعن مشكلتهم، وكانوا يعني لديهم رغبة حقيقية يعني في عودة أهالي تورغا. أذكر عندما تم تلاوة البيان بين ممثلي تورغا وممثلي مصراتة في سنة 2015، أول كلمة كانت هي أحقية أهالي تورغا بالعودة إلى أرضهم وديارهم، فكان التصميم والإرادة من ذاك التاريخ يعني عندما تلهيت هذه النقطة في البيان، ولكن حقيقة ما عكفنا عليه لمدة سنتين هو ما هي الآليات التي نستطيع أن يرجع بها أهالي تورغا عودة سلمية طوعية آمنة. حقيقة كان الاتفاق الذي تم بين تورغا ومصراتة كان هو اتفاق توافقي إلى حد ما، يعني لجأنا نعم إلى أن تكون هناك عدالة انتقالية، ولكن كنا حقيقة
متعجلين في الخطوات لكي ننهي المعاناة التي طيب. يعانيها هذه الأورغة. فلذلك لجأنا إلى كان هذا الاتفاق اتفاق توافقي لا يرضي أهل مصراتة جميعا ولا يرضي أهل الأورغة جميعا، ولكن عندما نتكلم عن المصالحة، المصالحة تحتاج إلى تنازلات، تحتاج إلى تنازلات من الأطراف جميعا. نعم. طيب بالعودة سيد عبد النبي إلى الإيجابيات، يعني ما حجم ملائمة أو موائمة الواقع اليوم في مدينة تورغا مع أمنيات الأهالي، وأيضا ما الذي يأمله الأهالي من 2019؟ عودة أهالي تورغا أخي الكريم هي نقطة مطمئنة وهي من الإيجابيات في هذا الملف، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدرك. نحن في أمام تحدي كبير عودة تورغا، يعني أراها أن هي تحدي أمام الحكومة، تحدي لأهل تورغا أنفسهم، تحدي من ناحية الأعمار كما ذكرت لك أخي الكريم، من ناحية الجانب الأمني لا توجد أي معوقات أمنية، والدليل على ذلك من منذ 6 أشهر نحن الآن في تورغا لا توجد أي معوقات أمنية، وهذا يدعو إلى الطمأنينة ويدعو إلى أن يكون أهل تورغا جادين بالعودة إلى مدينتهم وبأن يبدوا في إعمار المدينة وبنائها. كذلك هو تحدي كبير للدولة الليبية حقيقة، لأن التحدي يقع على الدولة وفي إعمار المدينة، لأن المدينة تحتاج إلى بنية تحتية، تحتاج إلى العديد من المشاريع، تحتاج إلى تشجيع المواطن التورغي بأن تكون له عودة. هذا التشجيع يحتاج إلى الحكومة، لا يوجد أحد يعني يكون بديل عن الحكومة. المجتمع الدولي كذلك يعني الذي رعى الاتفاق الموقع بين تورغا ومصراته عليه التزامات أدبية بأن يكون داعم لهذه العودة، لأنه سعى كثيرا وطالب الكثير بأن تكون هناك عودة لأهل تورغا. المجتمع المدني الليبي الذي كان يتكلم كثيرا على أهل تورغا وعن بؤس المخيمات وما يعانيه أهل تورغا في أشكرك سيد عبد الله. الآن عليهم أن يقموا. نعم شكرا جزيلا لك سيد عبد النبي بعراض لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة وتورغا، كنت معنا من طرابلس. نتمنى أن تكون 2019 بالفعل سنة خير وأمان على تورغا، وأن تكون حل لأزمة تورغا بشكل نهائي. وأيضا ننتقل إلى ملف آخر من بين الملفات التي كانت حاضرة بقوة العام الماضي، ملف الكهرباء بين السوء والتحسن، وملف حراك فزان الذي يقول مطلقوه أنه ينتصر لأهالي الجنوب ومعاناتهم. لنقاش هذين الملفين ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الكهرباء دائرة الإعلام بشركة العامة للكهرباء وحول ملف حراك فزان، معنا عبر الهاتف الناطق باسم الحراك محمد معاجل، ولم نتمكن حتى الآن للتوصل إلى السيد من شركة الكهرباء، لكن أبدأ مع السيد عضو لجنة حراك فزان السيد محمد معاجل. سيد محمد بداية أهلا بك، والتساؤل يعني إلى أين أو كيف مرت سنة 2018 على أهالي الجنوب؟ بسم الله، في البداية أحييكم حي المشاهدين الكرام وقناتكم الطيبة على تحت المساحة. أهلا بك. طبعا سنة 2018 هي نعتبرها من أسوأ السنوات اللي مرت على الجنوب، سنة كاملة بدون وقود، سنة كاملة بدون سيولة إلا مرة واحدة ممكن أتت أو مرتين في الأعياد، سنة كاملة بدون أمطار للعقارب وبدون أدوية، مستشفيات في سبها في مرغد في كترون في غات تعاني، سنة كاملة جنوب بالكامل نفيس جهاز أمين مغناطيسي، سنة كاملة مياه الصرف الصحي من مدينة زي مدينة سبها عاصمة الجنوب تعج شوارعها ومدارسها ومنازلها مياه الصرف الصحي مرغد كذلك، سنة كاملة معاناة غير عادية يعني من أسوأ سنوات نهيك عن الانفلات الأمن اللي حاصل خطف حرابة تبيع تدفع مجموعات مسلحة مش معروفة من جاية ومش معروف أنت تدخل وأنت تخرج وأنت تخطف، وضع أمني سيء يعني سنة كبيرة الحقيقة على الجنوب. يعني إذا تقول هي أسوأ سنة على الجنوب مرت.
من أسوء السنوات من ناحية الخدمات المعيشية، من ناحية الوضع الأمني المنقلب. ممكن نقدر نقول هي فيها بعض من الإيجابية من الاقتتال القبلي أو الحروب الأهلية اللي كانت تكون من فترة أخرى، كانت الحمد لله الوضع من ناحية هذه كويسة. ولكن من ناحية الأوضاع المعيشية، من ناحية الخدمات الصحية، من ناحية الوضع الأمني المنفلت، من أسوأ السنوات اللي مرت على الجنوب. يعني حقيقة يعني قرابة عام ونصف الناس تشوي في متر الوقود بدينار مصري بالدينار، الطماط الغالي ب 70 دينار ب 80 دينار، فمدن أقصى الجنوب ممكن السعر مضاعف. الخدمات الصحية مش موجودة، جهاز رنين مناطيسي في مستشفيات الجنوب بكامل مش موجود. يعني شنو في أسوأ من يعني ناهيك عن قصف الهجره غير الشرعيه وتدفق البشر من الساحل الافريقي للجنوب الليبي، هذا كله ضاغط على السكان المحليين. الكهرباء اللي مقطوعه بتنقطع الكهرباء احيانا بست ايام بسبع ايام. شنو في اسوء من يعني نعتبرها احنا كاهل الجنوب أسوأ سنة مرت علينا يعني المعاناه يعني. طيب يعني عن التواصل سيد محمد معاقل مع الجهات الرسميه، إلى أي مدى وجدتم تفاعل بالفعل من هذه الجهات حتى نتوقع الأفضل للجنوب في سنة 2019؟ طبعا هو الجهات الرسمية في الدولة الليبية إذا ما حكيت حضرت من البداية المآثر كلها اللي مرت علينا ما كانش فيها حتى موجود. يعني لما احنا كحراك غلط زلزال مجموعة من الشباب من مختلف المدن من مختلف القرى والأرياف في زلزال تنبينا بشكل عقلي واتجهنا للحقول النفطية، وحتى لما مشينا للحقول النفطية بالعكس احنا ضد العبث ضد التخريب، ولكن نتيجة الظروف الصعبة اللي ممكن اخوتنا الليبيين الاخرين يعرفوهاش. احنا بينا لما نقول اخوتنا الليبيين بدهم يعرفوا حجم المعاناة. احنا ضد ان نعبد مخدرات الشعب الليبي، ضد ان احنا نقطع مياه النهر الصناعي، ضد ان احنا نقطع تدفق البترول. ولكن نبو اهلنا في ليبيا في الشمال وفي الشرق يعلموا بالمعاناه اللي عانوها اهلنا في الجنوب. احنا نتمنى ان هم يحصلوا معنا وقفات ضامنيه. فاحنا الحكومه في الحقيقه او الجهات الحكوميه ما شافتناش الا لما اتجهنا لهذا الحقل، وحتى لما اتجهنا الحقل في البدايه تم وقفنا احيانا بالخونه واحيانا بالمجموعات المارقه واحيانا بالمجموعات الجبرانيه، وتم وصفنا باثار كثيره. ومن احنا من البدايه من الثوب احنا خارجين نقول يا ناس يا حكومتنا يا اهلنا راوا احنا نعاني، راوا الجنوب يعاني، راوا الجنوب ممكن يخرج خارج سيطره الدوله الليبيه. الاوضاع الصعبه اللي مر بها الاهالي ذات الاهالي المهالي يعني في هجره داخليه لمدن الشمال ومدن الشرق والوسط نتيجه لهذه الاوضاع. فبالله كان في حد يقول يا اهل الجنوب انتم ما فيش دواء وما فيش كهرباء وما فيش غذاء وما فيش سيوله وما فيش حياه، انتم شو كنتوا قاعدين؟ نعم شكرا لك. يعني نعم شكرا سيد محمد معيقل الناطق باسم حراك فزان، كنت معنا عبر الهاتف. سيكون بالتأكيد ملف الجنوب الليبي حاضر في نشرات النبأ، ونتمنى سنة أفضل للجنوب ولكل ليبيا. صحة أطفال ليبيا رهن الصداقات الأممية ليس مجرد عنوان صحفي، بل حقيقة أقرتها كم المساعدات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لليبيا، وكان من أبرزها حملة التطعيمات التي استهدفت أكثر من 2 مليون طفل ليبي، إضافة لإيقاف نزيف موت السيدات تحت الولادة في تورغاء وتقديم يد العون في توفير الأدوية وصولا إلى قلوب أطفال ليبيا. أنا سعيدة جدا به، هو مريض كان قل عنده، هو أخوه الزوز عندهم القل، حصلنا الفرصة هذه والحمد لله على كل حال إن شاء الله بالشفاء، بارك الله فيهم أجمعين والحمد لله على كل حال. الحمد لله في حالة لازم تعرفوها، أي إنسان يتعرض إلى تخدير وعنوية هو معرض إنه تصير له خواطر. أكيد عندك 65-70% تنجح العملية، عندك 30% 35% ما تنجحش. فهمتي؟ لكن عندك يعني شوفي لحد 70% إنه تنجح العملية، ولا بتخليه هيك طول عمرك؟ لا لا شفتي؟ لا إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله خير، توكلي على رب العالمين. إن شاء الله. Oh, look at you on the movie. You're on the movie. So we can put this one? Yeah, so this will be the second one on Monday? Yeah. Dr. Hanifa here, she has a list of 700 children
the parents have registered them in this system for us to operate on. What's the real number in this country? I don't know. But there are several thousand children needing heart surgery, and there are several hundred being born annually that need surgery. We're running a what we call a one-year program here in Tripoli at the Tajura Cardiac Center. They will probably operate on between 160 and 180 children before December the 17th. حضرت اليوم من مقابلة الطاقم الطبي الأمريكي والحقيقة فرصة طيبة في اهتمام بمجال الأطفال وبنتي هذه تعاني من ثقوب في القلب والحالة يعني ما هيش حرجة ولكن مستقبل ممكن تسبب مشاكل نشكر فعلا هي وجهة طيبة لما شخص يهتم بالأطفال أو لما نتكلم على الأطفال نحن نتكلم على شيء يمس المشاعر يمس القلب وهذا شيء يمس الإنسانية كلها جميل والله كل شيء عن حنيفة حقيقة أجمل شيء في المجال هذا أنك أنت تنقذ حياة طفل بريء يعني مش ذنب أنه هو كان عنده مشكلة في القلب مش ذنب أنه هو مش قادر يتنفس مش ذنب أنه هو مش قادر يتحرك أنه هو ممكن يموت لو مثلا ما صارش فيه تدخل سريع في أيام في شهور على مدى سنوات فإنك أنت تدير عملية لشخص هذا وتقلب حياته أو تنقذ حياته بمجرد أنك أنت أنقذت حياته إحساس فعلا رهيب جدا جدا We have a lot of obstacles we'd like to cross it but we need financial supports we need scientific supports to cross this area And one of the organizations which regularly supporting, it's WHO. Really, we appreciate that, but we asking him more and more. ونشكر من ساهم في هذا النجاح ونقول للشعب الليبي اللهم لم شملنا واللهم ألب بين قلوبنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. السؤال الذي ظل يدور وسط كل هذه المساعدات الدولية أين هو دور وزارة الصحة الليبية؟ للإجابة على هذا السؤال ينضم إلينا عبر سكايب المتحدث باسم وزارة الصحة أمين الهاشمي سيد أمين بداية أهلا بك مرحبا يا كريم نعم سيد أمين نطرح عليك ونكرر ذات السؤال يعني وسط كل هذه المساعدات الدولية في قطاع الصحة في ليبيا أين هو دور وزارة الصحة اليوم؟ بدأ بعد أمسي عليك وعلى مشاهدي قناة النبأ أتكلم عن دور وزارة الصحة لكن وكأن العنوان الموجود صحة أطفال ليبيا رهن الصدقات الأممية مجحف بعض الشيء فوزارة الصحة طيلة المدة الماضية خصوصا في سنة 2018 اشتغلت على العديد من الملفات رغم قلة الإمكانيات والميزانيات أخي الكريم نأتي إلى ملف التطعيمات الذي أشرتم إليه صحيح ساهمت فيه بعض المنظمات الدولية ولكن التدريب كان محلي للأطقم الطبية التي ساهمت في إنجاح هذه الحملة وقبلها حملات ساهم فيها جهاز الإمداد الطبي المركز الوطني لمكافحة الأمراض فلا يقتصر الأمر فقط على الصدقات كما أشرت من صح التعبير ثم نأتي إلى الملفات التي كانت بارزة في 2018 لدينا ملف العلاج بشقيه العلاج في الداخلي والعلاج في الخارج تكلمنا عن العلاج في الداخل فقد خطى خطوات واضحة بأنها تقدمت نوعا ما نأتي إلى العلاج في الداخل وزارة الصحة عملت شراكة بينها وبين القطاع الخاص كان في السابق جل المرضى يخرجون خارج ليبيا لتلقي العلاج ولكن بعد هذه الشراكة الوطيدة بين القطاعين حاولت الوزارة أن تشتري الخدمة الطبية من القطاع الخاص التي لا تتوفر في المصحات أو في المستشفيات العامة أجريت العديد من العمليات الكبرى سواء عمليات القلب المفتوح أو العمليات الجراحية الدقيقة هنا في ليبيا وهذه العمليات كانت في السابق تكلف الدولة الليبية أموال كبيرة وضخمة ناهيك على أجرات السفر والتذاكر والتأشيرات وغير ذلك فهناك شراكة وطيدة الآن
أصبحت بين القطاعين، القطاع الخاص والقطاع العام، فهذا ملف. وأيضا قضية توطين العلاج في الداخل، فأيضا من الملفات التي كانت بارزة طوال السنة الماضية سواء في المصحات الخاصة أو بعموم المستشفيات العامة التي اشتغلت على العمليات الكبرى كمستشفى القلب بتجورا الذي استضاف أطقم طبية من الخارج، دربت حقيقة مجموعة من الأطقم الوطنية وساهمت في أيضا في عمل عمليات كبرى. نأتي أيضا للعلاج في الخارج الذي كان في السابق في سيد أمين، السؤال الآن هو إذا كانت منظمة الصحة العالمية، سيد أمين إن كنت تستمع إلي، إذا كانت منظمة طيب يبدو أن السيد أمين لا يسمعني، يحاول معه مرة أخرى. سيد أمين أعيد لك السؤال، إذا كانت منظمة الصحة العالمية هي من تقدم المساعدات لأطفال ليبيا ولليبيا، كان من أبرزها حملة التطعيمات التي استهدفت أكثر من 2 مليون طفل ليبي، وتقدم كل هذا الدعم فقط وزارة الصحة تشغل كوادرها الموجودة أصلا، أين هي ميزانية وزارة الصحة؟ نعم، كما أشرت آنفا بأن وزارة الصحة رغم قلة الميزانية اشتغلت في العام الماضي سواء على الشراكة بين القطاع الخاص والعام، اشترت الخدمات الطبية المباشرة من القطاع الخاص فيما لا تستطيع توفيره في المستشفيات العامة لأنها تحتاج إلى ميزانيات ضخمة أخي الكريم في ظل هذه البنى المتهالكة، وهي تركت سنوات طويلة الكل يعلم، ليست سنة أو سنتين ماضيتين. وأيضا اشتغلت على حملات التطعيمات الاعتيادية التي كانت تشتغل عليها بتزويد جهاز الإمداد الطبي، وهذا يدخل في ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة. لا فقط كما أشرتم بأن هناك منظمة الصحة الدولية أو رعاية الطفولة من ساهموا في هذه الحملة، حتى الحملة التي أشرتم إليها كانت حملة وقائية، و عادة ما تقوم سواء منظمة الصحة العالمية أو الرعاية والطفولة في المساهمة في هذه الحملات. ولكن دعني أرجع إلى موضوعي الآن، كنت أستعرض عليك الملفات التي لربما نجحت فيها وأحدثت فارق وزارة الصحة طيلة المدة الماضية في العام الماضي المنصرم. نأتي لملف العلاج في الخارج، تكلمنا قلنا بأن هذا الملف كان معطل نوعا ما، فتحت بعض الساحات في التخصصات التي يصعب إيجادها في ليبيا مثل المصرية والساحة الأردنية في علاج الأورام وأيضا علاج الرقم والعمليات الجراحية الدقيقة وغير كنت ذلك. كنت تسمعني سيد أمين، تحدثت عن العديد من الأمور الإيجابية التي ربما قامت بها وزارة الصحة مثل ملف العلاج في الداخل وملف العلاج في الخارج، لكن أعطينا بالأرقام ربما أو الإحصائيات إن كان يحضرك الآن، كم الحالات ربما التي عولجت في الخارج، كم الحالات أو العمليات التي أجريت في الداخل، أيضا عدد مستوصفات إذا افتتحت، أيضا عدد مستشفيات تم تشغيلها وإعادتها للخدمة، نعرف أن هنالك العديد من المستشفيات كانت خارج الخدمة. نعم، بالنسبة للعلاج في الخارج وخاصة في ما ذكرته بخصوص سواء العقم الذي طيلة المدة الماضية اشتغلت عليه وزارة الصحة فتح الساحة المصرية، وأيضا الأورام في الأردن. في الأردن لوحدها تجاوز العدد 10,000 مريض ليبي وزعوا على المستشفيات الخاصة والعامة مثل مستشفى الحسين وغير ذلك، وقيمت مجموعة من جلسات العلاج لمجموعة من الليبيين. عرقل الملف في نهاية السنة لعدم وجود الميزانيات، ولكن بمساعي المسؤولين والقائمين على الوزارة سويلت الأموال الخاصة الدولة الأردنية واستؤنف العلاج بعد ذلك في دولة الأردن، والآن دولة الأردن بها قرابة 9,000 حالة ليبية تعالج من مرضى الأورام، وخاصة الإمكانيات الغير متوفرة في ليبيا وموجودة في الأردن استطعنا أن نرسل مجموعة من المرضى الليبيين للاستشفاء وللعلاج، وهناك حالات فعلا أخي الكريم رجعت للبلاد بعدما أن أتمت جلسات سواء الكيماوي أو الإشعاعي وغيرها من جلسات العلاج الخاص بالأورام. هذا بالنسبة للساحة الأردنية. أما لمصر إلى الآن العلاج مفتوح
ما يخصص للعقم وما يخصص أيضا للأورام. هناك دفعات كبيرة أخي الكريم تجاوزت 10,000 حالة مرضية توجهت لمصر وتونس طوال السنة الماضية. بالنسبة أيضا لوزارة الصحة هنا حاولت أيضا في توطين العلاج أن تجد مجموعة من يعني نقول الإمكانيات التي كانت ضعيفة وأن قوتها سواء في المستشفيات العامة كالمستشفى الجامعي في طرابلس ومستشفى الخضرة وغيرها من المستشفيات التي تشتغل أصلاً طيب. من قبل في العمليات الكبرى والصغرى أخي الكريم. طيب يعني سيد أمين يعني إذا ما توقفت منظمة الصحة العالمية ونعتذر أرجو أن تفهم هذا السؤال في إطار الاستفهام وليس محاكمة أو تعجيز لوزارة الصحة، إذا ما توقفت المساعدات الدولية من منظمة الصحة العالمية هل بإمكان وزارة الصحة أن تقف على قدميها أم أنها ستظل ربما شبه عاجزة؟ بالنسبة للخطط الاستراتيجية التي تتعلق في وزارة الصحة يعني توقفت المنظمات الداعمة والداخلة في الشراكة سواء في ليبيا أو في دول الجوار. للعلم منظمة الصحة العالمية تشتغل أيضا في تونس وهي دولة مستقرة وتشتغل في مصر وغيرها من الدول الأخرى، ولكن إن توقفت هناك المسؤولين ربما هم يضعون خطط استراتيجية، لكن أنا غير أول الآن ما هو البديل. وكما أسلفت بأن الآن هناك قرابة 200 مليون دينار ستسيل جهاز الإمداد في السنة القابلة للعمل على ملف التطعيمات والأمصال الخاصة بالأمراض والأوبئة وما يتعلق بأمر الأمراض المنتشرة أخي الكريم. طيب تحدث سيد أمين عن ملف المرضى الليبيين في الأردن وفي الدول خارج ليبيا، كيف تتعامل وزارة الصحة هذه السنة مع كل هذه الملفات؟ تعاني الوزارة من ديون في الأردن في تونس في تركيا في ملف الجرحى وأيضا المرضى الليبيين خاصة في ملف مرضى الأورام، يعني هل من خطط لمعالجة هذه المشاكل؟ أصبحت بعض الدول لا تستقبل مبعوثي الدولة الليبية للعلاج في الخارج. الحقيقة بالنسبة لملف الديون فهو ملف قديم حديث من بداية من أبان الثورة من 2011، وهذا الملف مسبب للدولة الليبية العراقيل الكبيرة والضخمة، خاصة بأن سواء ملف الجرحى المرضى الليبيين الذين عالجوا خارج ليبيا ولم تسدد هذه الديون بأكملها تراكم مع السنين. ولكن حاولت وزارة الصحة في المدة الماضية والعام المنصرم والذي قبله أن تسدد مجموعة من الديون كالديون الأردنية التي سددت قيمة لا بأس بها كريم، من هذا التسديد يعني هذا الدين على ضوئه أذنت يعني الدولة الأردنية في استئناف العلاج للحالات الليبية وبدأت فعلا في العلاج من جديد. هناك بعض الدول كدول الجوار، تونس كان السيد وكيل الوزارة الدكتور محمد هيثم في الأونة الماضية في تونس واجتمع بلجان الفحص التي فحصت جميع الديون المتراكمة على الدولة الليبية، وقف عند هذه الديون، وضعوا آلية مع الجانب التونسي لتسديد الديون، خاصة الآن هناك بعض الميزانيات التي تسيل لتسديد هذه الديون بالشراكة مع وزارة المالية. وأيضا أخي الكريم بالنسبة ما أشرتم إليه أن وزارة الصحة يعني تعاني من تركة قديمة سواء ديون دول الجوار دول أخرى، حاولت الوزارة أن تجد البدائل في قضية توطين العلاج كما بدأت حديثي، يعني هو البديل الفعلي، يعني الآن التوجه الفعلي لوزارة الصحة تريد أن تقفل جميع الملفات العلاج بالداخل وأن توفر هذه الخدمة العلاجية الاستشفائية للمواطن الليبي هنا في ليبيا، فهو يعني يغنيه عن معاناة السفر والتأشيرات والخروج وغير ذلك أخي الكريم. طيب سيد أمين تحدثت عن نوع من الشراكة بين وزارة الصحة وبين الجهات أو العيادات الخاصة في ليبيا، يعني نعلم مدى ارتفاع الأسعار وكما يقول المواطنين الأسعار المبالغ فيها، كيف هو شكل هذه الشراكة مع وزارة الصحة؟ هل يشمل انخفاض الأسعار أو تخفيض الأسعار ربما؟ بالنسبة للشراكة بين القطاعين القطاع الخاص والعام كان
طيلة المدة الماضية عن طريق شراء الخدمة وشراء الخدمة الطبية عفوا، بأن تشتري وزارة الصحة هذه الخدمة للمواطن مباشرة. المواطن يتجه للمصحة التي تتوفر بها هذه الخدمة ولا توجد في المستشفى العمومي، سواء عملية جراحية دقيقة، علاج زراعة الشرايين أحيانا، عمليات قلب مفتوح، وتتوجه وزارة الصحة لهذه المصحة وتقوم بتسديد جميع رسوم المتعلقة بهذه الحالة المرضية. وفعلا مئات الحالات التي توجهت لأكبر المصحات الخاصة التي تقوم باشتراء المواد الصحية من السوق السوداء، ومن ثم تقوم وزارة الصحة بتسديد هذه الدفعات على المواطنين. وكانت يعني ملف ناجح بين الشراكة بين القطاع الخاص والعام. عرقل حقيقة في نهاية السنة لعدم وجود ميزانيات كافية، ولكن الآن في خطة 2019 الوزارة متجهة على توطين العلاج بالكامل، على الشراكة الكاملة بين القطاعين الخاص والعام. طيب، يعني يبدو أن هنالك مشاريع بالفعل تقوم على تنفيذها وزارة الصحة، لكن يعني إذا ما تسألنا عن القطاع الصحي في ليبيا هو متهالك منذ سنوات عديدة، تأتي وزارة صحة بعد وزارة أخرى يعني ولا تشكل فارق كبير. كان معنا قبل قليل أحد أعضاء حراك فزان يتحدثون عن الجنوب يعانون في قطاع الصحة بشكل كبير. ما هي خطط الوزارة إن كان لها استراتيجية طويلة المدى ول 2019 والسنوات القادمة لوضع ربما أو تأسيس لوضع نظام صحي أفضل اتجاه إلى التأمين الصحي للدولة؟ هل هنالك استراتيجية واضحة تقوم عليها الوزارة، ما أنها ربما فقط بصدد حل المشاكل الحالية والمستعجلة؟ نعم، لعلك هنا أشرت إلى قضية المشاريع التي ربما الوزارة من المفترض أن تقوم بها. في طيلة سنة 2018 ربما أكبر ملف شهد تغيرا يعني جذريا إن صح التعبير ملف المشاريع المعطلة. قرابة 42 مشروع كان معطل من يعني من 2011 صح التعبير، كان متوقف والآن استؤنف. لدينا مستشفى العيون بدأت عمليات الصيانة بالكامل لهذا المستشفى في المدة الماضية، أيضا مستشفى الأطفال الموجود بشارع عمر المختار بطرابلس أيضا وضعوا حجر البداية والأساس لإكمال هذا المستشفى وبدأت فرق الصيانة في صيانته. أيضا مستشفى أبي سليم الذي بالدور الثالث صين بالكامل، مجموعة مستشفيات، مستشفى زوارة، مستشفى العجيلات على سبيل يعني الذكر الحصر. فالعدد كبير، سويلت ميزانية كبيرة حقيقة لإكمال هذه المشاريع سواء من إدارة المشاريع بوزارة الصحة أو من الجهاز الذي يعنى مباشرة بتطوير المرافق الصحية. فالآن بالنسبة لملف المشاريع الوزارة خطط فيه خطوات واضحة طيلة سنة 2018، ولكن هنا أيضا أشرتم إلى الخطط الاستراتيجية. الآن عندما استلم الوزير الجديد دكتور حميد بن عمر عفوا، من أول الخطوات التي تكلم عليها قضية الرعاية الصحية، وهي الدفاع الأول، خط الدفاع الأول على المواطن من الأمراض. فربما قال يعني انصرفت وزارة الصحة وإن سويلت الميزانيات حتى مليون أو أكثر على الاستشفاء وعلى جلب الدواء أفضل من أن يصرف في القادم والقابل عشرات الملايين لمكافحة هذه الأمراض التي سوف تنتشر. والآن قضية التأمين الصحي أيضا من الأولويات التي ذكرها السيد الدكتور حميد بن عمر الوزير الجديد المفوض المكلف بوزارة الصحة. لعله التأمين الصحي سيحل العديد من المشاكل المتعلقة بالمواطن. لربما المواطن عندما ينعم بخدمة ورعاية صحية جيدة والتأمين الصحي لا يضطر سواء للاستدانة والسفر للخارج للبحث عن أقل العلاج. أخي الكريم، طيب لنكون سيد أيوب سيد الهاشمي أقرب
أو أكثر تحديدا في ملف الجنوب الليبي. كان معنا عضو لجنة حراك فزان عبر الهاتف من الجنوب. الجنوب لازال يعاني من أزمات صحية ومن بعد المسافات التي يقطعها المواطنون للوصول إلى أقرب ربما مجمع صحي أو مستشفى أو حتى مشفى صغير. تابعت النبأ أكثر من رحلات أو رحلة تطوعية أشبه بالتطوعية أو أقرب للتطوعية للجنوب لعمل كشوفات بسيطة ربما، لكن لا زال مع هذا الجنوب يعاني بشكل كبير في قطاع الصحة. هل من استراتيجية واضحة لوزارة الصحة في ملف الجنوب تحديدا؟ بالنسبة لملف الجنوب الليبي، هناك إدارة التخطيط اشتغلت في 2018 على ملف وسوف تستمر فيه حتى في سنة 2019، وهو تسيير القوافل الطبية. هناك القوافل الطبية المتكاملة بجميع التخصصات خرجت من طرابلس، من مصراتة، من مجموعة من المناطق التي بها أطباء متخصصين عندما يعني يمارس عمله نقول يعني أيام هنا في طرابلس، من ثم يتجه للجنوب يأخذ يومين أو ثلاثة لإجراء عمليات كبرى، عمليات صغرى، كشوفات في عدة من المناطق النائية. وهذه القوافل سيلت فعلا طوال المدة الماضية والسنة الماضية، أكثر من قافلة ذهبت لأغلب المناطق الجنوبية. الآن المنطقة الجنوبية لدينا مستشفى سبها صين بالكامل بعدما أن كان متهالك وبه يعني تصدعات كبيرة، صين سواء المبنى أو المعدات الطبية المتعلقة بالمستشفى. الجنوب يحتاج إلى شغل كبير جدا، فتركة الجنوب كما نعلم تركة عظيمة ومتهالكة. وزارة الصحة تحاول عن طريق تسيير هذه القوافل بتحفيز الأطباء والمختصين والدكاترة للتوجه للجنوب للقيام بعملهم. أخي الكريم، طيب ختاما سيد أمين، يعني مع قدوم 2019 ساعات فقط تفصلنا عليها، ماذا يتمنى الليبيون أو على ماذا يعول الليبيون من وزارة الصحة الليبية في سنة 2019؟ بالنسبة صح التعبير لا نقول أمنيات، ولكن هذا من أقل الحقوق التي ينبغي أن توفرها وزارة الصحة للمواطن. فالخدمات التي توفرها وزارة الصحة هي حقوق ليست أمنيات. عفوا أخي الكريم، نعم، من أبسط الحقوق التي ينبغي كما أسلفت وزارة الصحة الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية التي ينبغي أن تصل لكل مواطن. المواطن الذي في المنطقة النائية والبعيدة ينبغي أن يتمتع أيضا بنفس الخدمة التي يتمتع بها المواطن في العاصمة أو في المناطق الكبرى. أيضا وزارة الصحة تريد أن تفعل وتعمل كما أسلفنا توطين العلاج بأن يتوفر العلاج في جميع المرافق الصحية، و أن يكون أيضا للمواطن الليبي والمريض نسأل الله الشفاء للجميع يعني الحقوق الكاملة في العلاج وإيجاد الدواء وإيجاد الحلول التي لا تجعله يضطر سواء للسلف أو للدين أو للبحث على مصادر أخرى للعلاج. نعم، شكرا جزيلا لك سيد أمين الهاشمي المتحدث باسم الصحة الليبية على رحابة صدرك، وبالفعل أجبت على ربما أغلب التساؤلات التي تطرح اليوم على أو في الشارع بالنسبة للقطاع الصحي. نتمنى لكم ربما الأفضل في السنة القادمة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام الساعة الأولى وختام الملف الأول. نتمنى لكم ساعة أو سنة مقبلة جديدة ويعم الأمن والأمان على ليبيا، وهذه التغطية مستمرة حتى الساعات الخمس القادمة. ينضم إليكم بقية الزملاء وينضم إليكم بعد قليل الزميل عمر الجزيري. ابقوا في متابعة، إلى اللقاء. الناس قدام الحوش، أقسم بالله متنا بالشر، والله متنا بالشر.
والله تفجير قاعدين في الخطبة نحن. قاعدين في الخطبة تفجير مرة واحدة كي كبوت نار جد.